بنات المهم القضية حامضة حماضت قضية فيها اختي حبيب بيسعد يديس وانتم غادي المغرب وسيري شوفي المحامي وتقطق وداك الشيء. قالت لك اختي تعتذر. قلت لمامي وي دامور على قبل امي تاهي والفقصه والعواشر وتقطق وداك الشيء. انا الخط الناس راه ديما تيسولوني على دنيا بطمه. قالت لك انت غادي تخرج من الحبس. سميتها قلت يهودا؟ لا دنيا بطمه هذيك المغنيه. دنيا بطمه؟ اه دنيا بطمه. هو ما كنعرف سميت امها. واش هادي دنيا بطمه غتخرج من الحبس فرح وتسعد ما كنت غنشوفها وخرجت؟ ولا هي في شعبان غتخرج؟ في شعبان؟ اي شعبان. انت كاع محطوط فيها البنك. انت هي محطوط فيها الباطل. ها؟ كتحمي القارو؟ ما عرفتش، أما المشاهدين غادي يقولوا لي شي. راه اللي حصلوا عليا، قارو ولا كيف؟ أهلا بخت مين بحق الله. وزيد عليهم فاني ما عطاش من الحوايج كانوا تخونوا ليا، ومن جات دو عليهم ها شدوها. كدو ما بغارب، وعند ذوك الشون عمرة بيقبل ما عندها الخير، راه تحمد الله تشكر. ولا العام من القدام ما بقاش تعاود اخبار، ولا الما ظهر. الما حية. ما الله أعلم. هادي عاطيك الهضرة خصك تقولها ليا تحمد. ورا بحال هو داكشي اللي قالت يوقع كلشي ممكن. تهانينا لي زامي، تهانينا تهانينا الاشقاء النيجيريين اللي داو عمليات هداكشي هداكشي داو على دوك ساوت افريكا وداك خونا داك الكاغولي داك اللي نيفو كبار منه ولا بعض اللعيبه كبار منه وحبابيك وحبابيك في المغرب 2025 يجيب معاك داك اللعيبة ديالك باش نلعبو فيها شوية. يالله تشاو جنوب افريقيا سير دخل على الخيب على خوه فوق. الصراحة وليت انا فرحت انا منين ربحت نيجيريا وحقا مبغيتش هاديك جنوب افريقيا ما دوز والله الا فرحت اليوم بالله فرحت من قلبي وحق الله. ما عرفنا من كرشها من ظهرها مخلطة. اليوم غادي نقول لكم على أغرب حالة طلاق. واحد السيدة رفعت دعوة طلاق على الزوج ديالها بسبب أنه ما كيبدلش حوايجو إلا مرة كل 5 أيام أو 6 أيام، زايد أنه ما كيستحمش إلا نادرا قليل فين كيغسل، ما مهتمش بالنظافة الشخصية ديالو وما كيغسلش سنانه. فالقاضي احتار قاضي زعما حاجه واش هي نكته ولا نيت فري اللي كتقولها تخيتي هادي دا غريبه. اشنو دار؟ استدعى الزملاء ديالو في العمل واللي اكدوا فعلا انهم كيتاذوا نفسيا من هذيك الرائحه الكريهه ديالو. فالقاضي حكم للسيده بالطلاق زائد التعويضات. في نظركم يعني كنتو نتوما في هذا الموقف اشنو تديروا؟ واش كيبان لكم زعما ان هذا سبب كافي ويستاهل فعلا الطلاق؟ واش هذيك الهضره النيت هذه؟ واش هذه قصه نيت غري هذه؟ العجب حق الله الا العجب. بنادم راه ولات يتطلق على اقل حاجه صح. شريف واش شريف؟ بغيت نسولك الله يطول لي في عمري الى مت أتزوج عليا شريف؟ أتزوج؟ أتفكر أنك تزوج من مورايا أنايا؟ إلا متي أنت؟ أه. ومالي غنبقى نزوف لي ديال راسي؟ إيوا لا شريف. غنقولو هذا صالكوط عايش بوحدو، راه ضروري غنتزوج، راه حاجة باينة، زعما إلا متي فضل الله ماشي تجرف. لا إلا الله يستر صبحت ميتة، تقدر زعما دغيا تنساني وتزوج وتجيب مرا أخرى وتدخلها للدار. ومالي غنبقى زوفري. ويلا شريف راه ضاربه معاك تمارة وبانية معاك الدار يا جورة بيا جورة والسداري بسداري. أودي توكلي على الله يا جورة كنرجعو لك نمشيو حتى حنا نبنيو عليك يا جورات ونجيب لك لا لا نجيب لك الرخامات ونكتب لك المرحومة حليمة ومرة مرة نصدقو عليك ومرة مرة نجيو نرشو عليك مزهر ما تخافيش يا جورة كنرجعو لك لا لا توكلي على الله وراك طولتي. ما تحزنش عليا. شحال نحزن عليك غنلبس لك حال وغادي نشد لهيه. كنبقى جالس فرقنا وزعما تقول هذه راه مرتي كانت درويشه كانت وافيه نجلس وما نتزوجش عليها
واش نبقى ندير انا من ما نتزوج الشريك؟ حزن عليا حزن عليا. راه عندك الزهر من ما نتزوج عليك، انت باقي في الحياه، ما لا خلاك انت متي وتزوج راه لاباس عليك. قبل ما تشد بحال كانت حاسه بان غادي تشد. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات الفنانة القديرة سعيدة شرف جات لمحكمة الاستئناف، تلاقينا بها صدفة وحنا في التغطية ديال الرئيس السابق. صدفة يا سعيدة. السلام عليكم. للرجاء العالمي تلاقينا. كديري في المحكمة. أنت علاش كديري؟ حنا راه كاينين. شنو جيتي ديري يا سعيدة؟ واش غندير؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول حاجة تحية لكل المتتبعين عبركم. مكره سير اختي سعيده، شنو جيتي دير في المحكمه؟ وجيت ندير في المحكمه مكره اخاك لا بطل. لا اله الا الله، يعني ولينا كنتقاسوا في منى وانا والله من خير مني قفراتها عاد الى لكم. كنقول لكل مغربي حر دابا كيسمع فيا، واش شي واحد يرضى مو تعاير؟ واش كاين شي انسان يرضى بان ولادو يتعايروا؟ شكون سب لك امك سعيده الله يرحمها؟ راه معروفه شكون هي، واحد تيك توكر يعني ما خلات فيا اللي نسات، وخارجه مازال كتقول لي ما سبيتش لك امك سبيت لك جد امك، يعني واحد الاسلوب واحد هذا حشومه هذا الشيء. اذا جيتي تقدمي شكايه؟ اي مغرب بطبيعه الحال انا غنمشي، واش انا نبدا نتعاطى معاهم؟ راه الا تعاطيت معاهم غادي ننزل ذاك المستوى وغادي نولي بحالي بحالهم، وحتى انا غادي يولي القانون خصو يعاقبني. ميمي قفرات صافي. ومالاش فيها؟ ما تنخافش انا من الحبس، ما تنخاف انا متشخ عليا تنخاف منا. مالاش فيها؟ اش غادي يديروا بالحبس؟ يضربوني؟ غادي يعطوك العدس، هذاك هو احسن ريجيم، ما كاين العدس. ونبقى انا ودوك البنات بقاو عاطينهم الضحك والتقشاب وداك الشيء، مع دابا انا عارفيني البنات ما غيضربوني اختي، ما غيديروا لي حتى شي حاجه، غنبقاو عاطينها التقشاب وكبيس وداك الشيء ومترمات داك الشيء، والله غنعيشوا احسن من كنتوما كتزيدوا الدار. دابا هادي مازال ما مجرباش الحبس، كضحك مسكينه دابا هي كتسحب، واش كضحك معاها؟ ومالاش فيها؟ ما تنخافش انا من الحبس، ما تنخاف انا متشخ عليا تنخاف منا. مالاش فيها؟ اش غادي يديروا بالحبس؟ يضربوني؟ غادي يعطوك العدس، هذاك هو احسن ريجيم، ما كاين العدس. ونبقى انا ودوك البنات بقاو عاطينهم الضحك والتقشاب. انا ما بقاش العدس، ولا نعم سيدي بطاطا فريت، ولا نعم سيدي دجاج محمر، وتحطوا البسطيله وملح النشا والفواكه وكل شيء، ولا في الحبس راسك ما بقاش العدس. وداك الشيء مع دابا انا عارفيني البنات ما غيضربوني اختي، ما غيديروا لي حتى شي حاجه، غنبقاو عاطينهم التقشاب وكبيس وهذاك الشيء ومترمات داك الشيء، والله حتى غنعيشوا احسن من كنتوما كتزيدوا الدار. راه جدكم نتوما عايشين العقص، انا راه انا عند عند الوطن دخلت فهمتي عند الوطن جالسه تتبقاي ناعسه نوضوا تاكلوا، اش كيديروا لهم حنا سلام؟ احنا ما كليناش، يعطوك العدس وخبيز ودانون، الله اختي نجلس وندوز اختي ايوا صافي نخرج نخرج عاوتاني مالا اش درنا؟ وانا شحال بحال مشيتي والله ما اختي في المغرب حبس المغرب ولا المنفى ديال فرنسا، ما تخلعني ما تخلعنيش انايا هادي
امشي دعي انا دعاتني عاد وتقود على راسك بزاف علاش حيت غادي نعرف الكاسه ديال النقاط فهمتي خلينا اختي بلا ما نهضروا على هذا الموضوع ورا هاد عاتك راسك علي لما في راسكش وجدي وجدي راسك العديد ديس وجدي راسك سعيده الا طلبت منك السماحه وقالت لك سمحي لي الله كيسامح الا خرجت مع في دار طلب مني السماحه وما سامحتش واش عمر شي انسان طلب مني السماحه ظلمني وما سامحتش راه ما يمكنش انت تضرب الناس وتقتل في الناس وتعذب في الناس وتقول لهم اجوا نتوما طلبوا مني السماحه كيفاش هادو حنا ملي كنغلطوا مع الله سبحانه وتعالى اللي هو اعلى شانه من الدنيا والعالم كنقولوا يا رب تغفرنا وتسمح لينا يعني لا اتصلت لك ولا دارت واش انا شكون انا راه والو انا شنو انا انا مخلوق بسيط انا واحد الام ما كترضاش الدل فقط نساو سعيدة شرف انا ام مغربيه وقلتي دموعك تنزلوا على انا امي كينزلوا على امي كينزلوا على ولادي ينزلوا على بلادي صراحه الله يدي ما خلقوا صافي